فيديو اليوم راح اتكلم عن الحلقة رقم 4 هاسبن هوتيل، وكان في كتير من الناس يكتبوا لي أسامة استنى بس لتوصل لحلقة رقم 4 وراح تشوف أسوأ حلقة شفتها في حياتك بهذا الكرتون. وأنا صراحة ما توقعت أشوف هالشيء أبدا. هي مو أسوأ حلقة شفتها بكرتون هاسبن هوتيل، هي أسوأ حلقة بجميع الكراتين اللي تكلمت عنها. فيها شغلات كتير وسخة، كتير سيئة، ما بينفع زائد 18 ولا زائد 25 ولا زائد مليون، ما بينفع أبدا. ما بصير هالحلقة تنعرض. الحلقة عبارة عن إباحية بإباحية، وحتى المشكلة مو إنه ولد مع بنت، لا، إباحية أولاد، يعني إباحية ألوان. فالموضوع تعدى هيك ليفل جديد. عطونا ليفل، يعني ده ليفل اللي بنعرفه، ليفل أول تاني تالت، لا ليفل 100 مثلا، لا هون وصل ليفل 5 مليون، رقم عالي جدا من الشغلات السيئة والشغلات الوسخة اللي عم بشوفها صراحة. الحلقة هي راح تكون مركزة بس على إنجل داست، اللي هو الكائن الغريب اللي بيشتغل كممثل إباحي ألوان، يعني ولد مع ولد. من بداية ما سمعت الموضوع ببداية الكرتون كان بس بيحكي، بس ما شفت شيء كتير مثل هلأ. فببداية الحلقة رح يكون مربوط على كرسي ومربوطة إيديه، ورح يكون في ذئب ورح يعزبه، وعم بيحكي إنجل داست بطريقة غريبة، بطريقة وسخة. بعدين رح يهجم عليه الثعلب أو الذئب وينقض عليه، بدال ما يعضه أو ياكله رح يعمل معه شيء غلط، فهمتوا؟ بعدين رح يكون أصلاً الموضوع اللي عم نشوفه هذا، إنجل داست عم بيعرض الفيلم الإباحي تبعه للموجودين معه بفندق هاسبن هوتيل، والسبب إنه هذا يوم الموهبة، عاملين يوم موهبة، كل واحد يعرض موهبته، فإنجل داست عم بيعرض موهبته بالأفلام الإباحية، عم بيفرجين كيف أنا عم بيصير عم بنعمل معي هذا الشيء بطريقة فنانة، وبيحكي إنه بهاي المشهد أنا حصلت على جائزة أفضل ممثل إباحي. يا الله الشغلات السيئة اللي عم بتصير بهذا الكرتون، اتعدى الحدود من والله سيء جدا جدا. والكل عم يتفرج على هذا الفيديو اللي عارضه إنجل داست، بس الخادمة الصغيرة عم نشوف انه عم تتفرجه مبسوطة كتير، ما اعتقد انه فهمانة شو اللي عم بيصير، بس مبسوطة هي. تشارلي وحبيبته قرفانين من الموضوع اللي عم بيصير. الافعى اللي موجودة عم بيتفرج كمان كأنه مو فهمان او كتير عم بيدقق بالموضوع، كتير مهتم باللي عم بيصير. بعدين رح نشوف هاسكا رح يحكي انه هاي النصوص اللي عم بتصير او هذا التمثيل اللي عم بيصير عبارة عن شغلات سيئة جدا، وانت اصلا مو راضي عنا، وهذا الشيء مو حلو اللي عم تعمله. فبيطلع على إنجل داست بيقول له كيف انك بتجرأ وبتحكي عني هذا الكلام. قال له انا بعرف حقيقة كل واحد موجود بهذا الفندق، انت حقيقتك انه انت عم تعمل هذا الشيء وانت اصلا مو راضي عنه، وانت مو حابه بس عم تعمله لانك مغصوب. بعدين بيحكي عن تشارلي انه انت عم بتحاولي تساعدي الكل واصلا المشكله موجوده فيكي. بعدين بيطلع الافعى وبيحكي للافعى انه اصلا انت يعني كمان عندك مشكله بحالك، ما عندك اصحاب، لما يناموا الكل بتقدر تطلع عليهم بطريقه غريبه. صراحه ما فهمت شو قصده بهي الطريقة، طريقة الوحدة أو طريقة وسخة. أما تشارلي بتحاول دائما تساعد الغير، وهي ما بتساعد مشاكله وعندها مشاكل كتير. حبيبتها لتشارلي بتكره الكل، بس أكتر شخص بتكرهه هي بتكره حالها. أما الخادمة أو منظفة الفندق هي شكلها غريب اللي عندها عين وحدة، أما مشاكلها هي غريبة، ما بدي أحكي لكم عنها. فنفسي صراحة أفهم شو قصة هي الخادمة وأعرف شغلات عنها، ليه لهالدرجة يعني في قصص غريبة أو شكلها غريب وتصرفاتها غريبة، موضوعها كله وبعضه غريب. بعدين إنجل داست بصير يتمايع، كلمة يتمايع إنه هيك يعمل حركات أنثوية وهو ولد على القطة اللي اسمه هاسك. بعدين بيحكي له حل عني، لأنه هاسك هو رجال يعني ما بيحب المياعة تبعيته والقرف اللي بيعمله. وفجأة بيجي مكالمة لإنجل داست، وبيكون خايف كتير ومرعوب من هالمكالمة. المكالمة رح تيجي من شخص اسمه فالنتينو، وهذا الشخص رح يكون مسؤول عن إنجل داست، وهو رح يجبره أو اللي بيجبره على تصوير الأفلام الإباحية. فتشارلي لما تشوف هذا الشيء بتزعل على إنجل داست كتير، وبدها تحاول تساعده بشي طريقة بس ما عرفان كيف. فبتيجي حبيبته لتشارلي وبتحكي لأنه فيك تساعدي إنجل داست، استخدمي السلطة اللي عندك، القوة اللي عندك، انت بنت إبليس، بنت ملك النار اللي احنا عايشين فيه، روحي استخدمي سلطتك واحكي مع فالنتينو انه انا بدي اخذ إنجل داست واطالعه من اللي عم تعمله فيه والعذاب اللي عم تخليه يعمله، انه يصور افلام إباحية. فبالفعل راح تروح على الاستوديو اللي بيصور فيه الافلام الإباحية إنجل داست، ولما يدخل هذاك المكان راح نشوف الصدمة بهاي الحلقة. راح نشوف كيف إنجل داست شالح وعم بيهجموا عليه اكثر من واحد، وعم بيعملوا معاه أشياء وسخة، وكيف عم بتصور هذا الموضوع، وكيف هو أصلاً مو راضي ومغصوب على اللي عم بيصير. فرح تدخل وتشوف تشارلي هذا اللي عم بيصير كله. صراحة أنا ما بعرف لحد الآن عن جد، والله مصدوم وأنا عم بصور هالحلقة من القرف اللي عم بشوفه. عم بشوف
لانجل داست راسمينه ومطالعينه. يا اخي الموضوع مقرف. وبعدين بس تدخل تشارلي على الاستوديو انجل رح يشوفه ويقوم وبسرعه يكون خايف، والا لا بيحكي معك بعدين اطلعي من هالمكان الموضوع رح يكون خطير عليك كتير. وبيجي فالنتينو اللي هو ماسك انجل داست ومسؤول عن الافلام الاباحيه، وبيحكي معها بالله شو رايك تصوري معي ويصير يغريه انها تدخل معاه بموضوع الافلام. فبتقول له نو واي، مستحيل ادخل معك بهالقرف والوساخه اللي عم تعمله. وبعدين بيحكي لانجل داست اللعا طالع من الاستوديو، خلينا نعرف نصور. بعدين رح يرجع يصوروا كمان ويكملوا بتصوير هذا القرف اللي عم بيصير، ورح نلاقي المايك دخل ضمن التصوير بالاستديو، فحيكون السبب انه رجعت دخلت تشارلي مرة تانية وعم تحاول تقنع اللي ماسك المايك انه يحكي بهذا الموضوع ويحاول يطالعوا انجل داست من الافلام الوسخة اللي عم بتصير. فبعدين رح تدخل لجوه وتحاول انه تحل الموضوع او تحكي بالموضوع اكتر، رح يعلق بإجرة سلك، وهذا السلك رح يكون سلك كهرباء، ورح ينفكوا الكهرباء كلها مع بعض وتتداخل الكهرباء ويصير في مثل كهرباء بالارض، ورح تتولع الدنيا ويولع الاستوديو ويخرب كل شيء. ورح نشوف فالنتينو كتير معصب وعيونه فيها شرار ونار وعصبية، وعم بتطلع على مين؟ على انجل داست، انه رح اعاقبك عقاب شديد. وبعدين فالنتينو رح ياخذ انجل داست ويقول له تعال عندي على الغرفة بدي احكي معك بموضوع. لما يدخلوا عنده على الغرفة رح يصير يهينه كتير ويضربه لانجل داست ويقول له انت شو اللي جبته لهون؟ انا هي ما بسمح لها تحكي معي هيك لو وحدة غيرها، كنت من زمان عملت فيها الفظايع، كنت ما خليتها اصلا عايشه، كيف تسمح تخلي وحده مثل هيك تدخل لعندي وتترجاني من شان اطالعك من عندي؟ ما تنسى انه انت عبد عندي وانت بايع روحك الي. فراح نكتشف انه انجل داست اللي عم بجبره يعمل هالشيء انه بايع روحه او عامل عقد مع الشيطان فالنتينو، بيقدر يعمل اللي بده اياه. ومن الشغلات المقرفه اللي عم بيحكي له اياه، بيحكي له اذا انا قلت لك تنام مع 10 شباب شو حتحكي؟ بيحكي له حاضر. فبيحكي له شغلات كتير مقرفة صراحة وشغلات كتير سيئة. فبعد ما ينضرب انجل داست رح يطلع من الغرفة وشكله حزين وعم بيبكي، وبيقلع تشارلي بيقول له روحي من هون، انا ما طلبتك تيجي وتساعديني. بعدين رح تبدأ غنية وعم بيحكي عن حياته كيف سيئة واغاني صراحة ما بسمعها. بعدين رح تشتغل الغنية جدا سيئة وفيها شغلات جدا وسخة ما رح احكي لكم اياها ولا رح اعرض لكم يعني هالغنية رح تصير جدا وسخة. بعدين رح نشوف انه انجل داست خلص شغله من استوديو التصوير ورجع على الفندق، ولما يكون راجع على الفندق راح يحكي مع هاسك ويقول له حط لي اقوى نوع مشروب يخليني انسى كل شيء اللي صار اليوم. فبيحط له، وبعدين بيكون اسلوبه كتير سيء وبيتمشكله وبيطلع انجل داست. بعدين بتيجي حبيبته لتشارلي بتحكي لازم تروح تلحق الانجل داست وتشوف شو مشكلته وتحاول تساعده. ففعلا راح يطلع ويحاول يساعده، وبيروح معاه بيكون رايح على بار تاني ويقعد وبده يشرب. فلما يروح انجل داست على هداك البار مو بس راح يشرب، راح يتعاطى المخدات وراح يعمل شغلات كتير وسخة، وراح يكون مجمع حواليه كتير من الشباب اللي راح يعملوا معه الشغلات الوسخة كمان. وبنفس الوقت القط راح يكون موجود معه اللي اسمه هاسك، فراح يشوف واحد من هدول اللي يكون معه راح يعزمه على كاس لانجل داست. الكاس اللي معه اللي راح يشربه هو عادية، اما الكاس اللي راح يعطيه لانجل داست بيكون حط فيه مخدر مشان يخدره ويعمل معه اشياء وسخة. فلما هاسك يشوف هذا الموضوع راح يروح ويضرب الموجودين ويطالع انجل داست ويحكي له انت بمكان زبال لازم تطلع منه وتراجع حالك. فبيحكي له انت مو فهمان شيء، انا مجبور، انا حياتي سيئه، انا حياتي او من هالكلام. وبعدين راح يبداوا غنيه مع بعض، والغنيه هاس بيكون عم بيغنيها لانجل داست، عم بيحاول يلطف الجو ويراضيه ويحكي له انه نحن عادي كنا فاشلين. بس اللي راح نكتشفه كمان انه هاسك بايع روحه لشيطان الاذاعه اللي اسمه اليستر، ولما كان عم بيلعبوا قمار. فهذا الشيء راح نشوفه لقدام اكيد شيء بخص هذا الموضوع. فبعد ما تخلص الغنيه الناس اللي تخانق معاهن هذا القط اللي اسمه هاسك جوا البار راح يطلعوا ويطالعوا اسلحتهم ويهجموا على انجل داست وهاسك. فبعدين راح نشوف انجل داست كمان مو بس ضعيف، بيطالع سلاحه وبيصير يرش، والقط بيصير يضارب الموجودين بالكروت اللي عنده وحجر النرد او الزهر، فبيصير بتفجروا والكروت اللي عنده مثل سكاكين. فبعدين رح يرجعوا على الفندق ويكونوا مبسوطين بس مضروبين بنفس الوقت. واول ما يدخل على الفندق رح تكون عم تستناه تشارلي، بتحضنه لانجل داست بتقول له والله انا جدا اسفه وسامحني وما كنت بعرف هالكلام وهيك، واخر مره حعمل هالشيء. فبيحكي له انا مسامحك، وبيشيله وبيعطيه لحبيبته بقول له هذا الشيء بخصك خديه وبس. وبتخلص الحلقة لعند هون. فصراحة الحلقة كانت جدا صادمة، ما توقعت أشوف شيء هيك بحياتي بكرتون. المشكلة بهذا الكرتون صح إنه هو مصنف بس زائد 18، بس معظم الناس اللي عم بتفرجوا عليه أولاد صغار. شو حيكون تفكير الولد بس يشوف هذا الشيء؟ شو متوقع من الولد رح يصير معه بس يكبر؟ يعني رح بيشوف ولد مع ولد، ومو ولد واحد، ولد مع 20 ولد.
الولد اذا طلع صاحي بس يكبر ولد صغير الحمد لله يكون صاحي بس مو مضروب عقله، لانه ما عم بيقدر يفهم الفطره تبعيتنا بنت مع ولد. اما هون مو بس في فطره، مخربين الموضوع تماما. فيا شباب ويا ناس يعني انتبهوا على اولادكم الصغار على شو بيتفرجوا ارجوكم. هذا الكرتون جدا سيء، ولما احكي لكم عن هالكراتين واحكي لكم عنه، في ناس عندها فضول تتفرج على هيك شغلات وانا بعرف هذا الشيء، فانا بحاول قدر المستطاع اني اعطيه يتفرج عليه بس بشيل منه الشغلات السيئه وبعرضكم الشغلات اللي منيحه وبعطيكم النصيحه فيه وبس مشان تفهموا. واذا في ناس عم بيتفرجوا علي كبار كمان يوعوا اطفال اولاد الصغار اللي عندهم اخوان الصغار ان ما يتفرجوا على هيك شغلات، وهي شغلات جدا سيئه. فاذا عندك اي مقترحات وحاب تشاركني باي شيء تعال عندي على انستغرام اكتب لي الكلمه السحريه انا اجيتك من اليوتيوب والموضوع اللي بدك اياه وان شاء الله امورك طيبه، او اكتب لي تحت بالفيديو. واهم شيء اذا عجبك هذا الفيديو وعجبك مجهودي اللي عم بنزلكم فيديو كل يوم ادعمني باللايك وبالسبسكرايب، وبهيك بنكون عم ندعم بعض نحن بالفيديوهات وبالسبسكرايب. اشوفكم بالفيديو القادم، الى اللقاء.